انت رحت السكريبت. يلا يلا وصل السكريبت قبلنا. حمد طواله يستاهل. بالله بالله سنت حمد طواله خليه تفضل عندنا، خليه تفضل لان استاذ مناحي كان يبغى في الموضوع. وكلهم كل بنجيبه، ما عندنا شغل. جيبوا ما حد. هذه فقره اطول من البرنامج يا شيخ. حمد الطواله موجود؟ موجود حمد الطواله. مساء الخير يا محمد. مساء النور. محمد فابدا معك من النهايه، ليش ما تعطي فرصه لاخوياك؟ جلستك اخذتها اول ب 3000 والحين زادت عليها لين اخذتها تقريبا ب 4800، ليش ما تعطي فرصه لاخوياك؟ هل انت اناني؟ مو اناني لكن قلتها بالفعل. خلاص بقي معنا 5 دقائق. جلستك؟ نعم. بامكانك تعطي فرصه لاخوياك. 4 إلا 10. انا ابي الجلسه. انتم كلكم اللي جبناكم هنا مكملين لبعض وكلنا على قلب رجل واحد ومن هذا الكلام الفاضي، وبالنهايه يوم يجي عندنا استثمار يبينكم على حقيقتكم. جلستي هي جلستي الجلسه هذه. اسمعني اسمعني خليني اتكلم. لو احد من اخويا يبيها كان ما زودت عليه. وهي لهم في الاول والاخير. وبعدين هي منافسه. على فكره اللي يوقف عند العدد ياخذ الجلسه. على فكره انت تقول جلستي. نعم. بالاسبوع الماضي كانت الهزاع بن معيوق، والحين نعم. اصبحت كانت باسمك وانت اخذتها مره ثانيه. ما انت ما تمتلكها، تمتلكها مزرعه الحسين، فعليك ان تترك فرصه لاخوياك ولا تكون اناني يوما من الايام عشان تكونون فعلا على قلب رجل واحد، ولا نشوفكم على حقيقتكم. لا انا شوف محمد الطوار عطى المنافسه حقه، عطى برنامج المستثمر حقه، وهذه من السياسات. وصل البرنامج كله اسمه البزنس، معك بزنس تاخذ اللي تبغى. الشيء الثاني هو قال محمد الطوال الجلسه اصلا هو خدمهم وشراها، ولا هي لهم من بيجلس فيها؟ كلهم بيجلس فيهم، لكن هو خدمهم وخذها بنقاطه. انا اشكر محمد الطوال على منافسته على هذه الجلسه. انا عندي عتب على الاداره. ليه يوم جاء محمد الطوال في كوش الروم حطته على فلتر؟ هذا فلتر الهي يا استاذ انس. طبيعي فلتر من الله ما شاء الله تبارك. فلتر من الله. طيب يا محمد الطوالة اذكر الله. قل يا الله يا الله. تفضل استاذ سلطان. حياك الله محمد الطوالة. ارحب يا مرحبا. الله يحييك. الله يجزيك. انت صراحة من الناس اللي الشاشة تحبه، الناس اتوقع الشاشة تحبك، وفي ناس كثير تحبك بعد. ما اسمع. اقول انت تحبك الشاشة وفي ناس كثير يحبونه. طيب اختم كلامكم ما شاء الله. بس ما شاء الله الحمد لله قبول من الله. طيب النية اتمنى. صحيح. شوف عسى رزق سلطان القبول. طب صراحة لو انا متاكد في ناس هنا ناجحين بس وجيههم ما تساعدهم، مثلا لو ان مهذل على القبول اللي فيه في وجهك والله يضرب ترند، لكن ما شاء الله تبارك الله صراحة حضورك جميل والشاشة تحبك وكذلك الناس يحبونك، فأتمنى أنك تواجد أكثر. أنت من جمهور سلطان؟ وأتمنى سلطان أنت من جمهور كلنا من جمهور طبعا. دقيقة عندي مداخلة. أنا أوجه صبر وأتمنى أنك تكثر من الجلسات وكذلك تفيد أخوياك. ترى شوف أي واحد أنت تجلس جنبه ترى يضرب ترند. أي واحد تجلس جنبه ترند وتصاميم وحاجات، فوزع بين اخوياك. مثلا سلطان بيحس اجلس جنبه. انا يعطيك العافيه سلطان، يعطيك العافيه. انت تدري وش يعني؟ بس شكرا يا محمد. انا برد عليه. هو كان يوم يتكلم سلطان مع محمد الطواله قبل كانوا كلهم في الشاشه واحده، وش رده فعل الجمهور؟ يعين سلطان يعين عقبه الطواله. هذا اذا قال لك بئس المصير صراحه. انا في عندي ردا على كلام سلطان الدويحس. انت تكلمت عن المظهر الخارجي لمحمد الطواله، هل قاعد انت توصل رساله للمشاهدين ان محمد الطواله لا يملك الا الوسامه؟ محمد الطواله شوف انا اقول لك اسمع، يكفيك ان اسمه محمد الطواله لو بس دخل بالبرنامج باسم محمد الطواله. استاهل استاهل استاهل. تفضل اخوي محمد تفضل. تفضل عندنا استاذ جميل، حضوره جميل وراسه طيب ويستاهل الثناء. يا بعد حي. اولا اشكر سلطان الدويحس على المدح، قامه اعلاميه كبيره الله يجزاك خير. شوف يمدحني فاشكرك، والحمد لله هذا قبول من الله وطيب نيه. الحمد لله هذا شيء تستاهل. والله يوفق الجميع، والله اللي اتمناه والنفس اني اتمناه لاخوياي اكثر وزوج. ان شاء الله ان شاء الله نشوف الى اليوم التسعين ان شاء الله ما تتغير. وقولوا يا الله يا الله يا الله يا شيخ يا الله. تفضل. دقنها احمر ليه؟ سعد فيصل. مهذب يا الربع سعد فيصل. دقنها احمر حق الطوال. كل شيء فيه الهي ما شاء الله تبارك ما شاء الله. هو مشطط اكيد اليوم. انتم تاخذون متسرين كلهم ولا ايش؟